قناة أصفار ورحلات الدياني ترحب بكم وترجو لكم مشاهدة ممتعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. يا رب يا رب يا رب، أيام مباركة هذه. إذا مرحبا بكم في حلقة اليوم، الجزء الأول من قصبة إيت بن حدو. فعلا فعلا عندما ترون هذا الشريط سيتبين لكم أن هذه القصبة تستحق أكثر من جزء، فمنطقة غنية جدا. قمت ببحث في الانترنت فوجدت عدد كبير من المناطق في المغرب تسمى إيت بن حدو، لكن أشهر هذه المناطق هي قصبة إيت بن حدو، القرية التاريخية الموجودة في جنوب شرق المغرب. الوصول لهذه قصبة إيت بن حدو عبر ثلاثة ديال الأماكن التي أعرف لحد الساعة. أولا من ورزازات 30 كيلومتر عبر الواد المالح أو ما يسمى بتبوراحت، 30 كيلومتر بحال راجع لمراكش، لتتوصل الواد المالح 9 كيلومترات باش تدخل لإيت بن حدو. إذن هذه هي القصبة وهذه هي البلاصة باش معروفة، هي اللي تشوفوا قدام عينيكم دابا، منطقة ولا أجمل ولا أروع. القصر اللي كاين الفوق اللي تيبان لكم تما هو القصر العلوي ديال إيت بن حدو. هذيك الكودية اللي تتبان أون فاس هي فين كانت وقعت المعركة في فيلم غلادياتور. إذن كما قلت لكم، أولا من ورزازات 30 كيلومتر بالضبط، ثانيا من قبل ما توصل الورزازات بواحد 50 كيلومتر هكذاك، كاين واحد المنطقة تتسمى تادولة، تتسمى تادولة، من تما كاين 4 كيلومتر بيست تتخرج الشانطي لإيت بن حدو، المجموع 6 كيلومترات، ولكن بيست خايب بزاف، يلاه دوز البيكالا، وبالبيكالا واعر بزاف، يعني إلا كان عندك باكتاج ثقيل كاين مشكل. ثم الطريق كذلك الاخر هو منين تتكمل تيزين تيشكا بحال غادي الورزازات، تتنزل واحد شويه قبل ما توصل المنطقه تتسمى اقلموس، قبل منها تدور لقيت بن حدو، وتما منطقه غنيه جدا بالقصبات، عبرة تتسمى عبرة الوات، كاينه الوات، كاينه تنضاخت اللي هي قصبه الاقلاق، كاين واحد المجموعه كبيره ديال القصبات، كاينه تيزكين بارده، كاين عدد كبير ديال الاماكن اللي يتشافوا الناس تما، كره ماء ومجموعه كبيره ديال القرى، وفين ما ولاك نعس، فين ما ولاك جلس، القمه ديال الامن، القمه ديال الامان، القمه ديال الطمانينه والسكينه والله الحمد والشكر. اذا هاد قصبه إيت بن حدو معروفه بالقصر اللي احنا ماشيين ليه الان، قصر إيت بن حدو اللي هو عباره عن واحد التجمع ديال البنيات التقليديه في الاقليم ديال ورزازات بطبيعه الحال. احنا دابا كنا في المدينه الجديده اللي مبنيه على الشانطي. باش توصل لقصر إيت بن حدو لابد من تدوز من هذا الواد هذا. اذا كاين هذا الطابور الاول اللي تتشوفوها هو، وكاين الطابور الثاني هو اللي من 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 الجهه الاخرى، وكاين القنطره منه لهيه. ها الطابور الثاني راه هو تيبان لكم، والقنطره من الطابور الثاني لهيه. لكن الناس يبغيو هاد المغامره هادي، هو راه ساهل باش تدوز، دايرين دوك الوليدات دايرين خناشي تما معمرينهم، اي تحط رجل لرجل انت قاطع، ما كاينش شي ما كثير ولا شي حاجه اللي صعيبه، ولكن هاد انتم شوفوا شي وحدين ما قادرش كاع يقطع، ولكن هذا السبب ديال الرزق ديال دوك الوليدات، تعاونوهم باش يقطعوا، يدوروا معاهم، يعطيهم باش ما سخاك الله ما غاديش يتشرطوا عليك. اذا تتقطع هاد الواد، ومن ثم تتبدا الجولة ديالك في قصبة إيت بن حدو. كاين ما يتشاف، وهاد القصبة تستحق واحد اليوم بأكمله أو أكثر باش تستمتع. هاد الوقت فاش مشينا حنا أنا والأستاذ عبد المالك، ها هو قدامي السي عبد المالك، هاد الوقت فاش مشينا فصل الربيع، ولو أن هاد العام ما طاحت لا شتا لا والو، ما كاين لا ربيع ولا محزنون، نطلبوا من الله عز وجل اللي يسقينا. لقينا واحد الرقم قياسي ديال البور ديال السياح، خاصة من خارج المغرب، جميع اللغات جميع الديانات، ما شاء الله عليهم. انا ماشي غادي نبدا نمدح دابا في البور ولا شي حاجة، ولكن صراحة ناس
منظمين بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ما تشوف منهم لا أذى، لا يخلي وراهم زبل، لا يخلي وراهم. أنا ماشي تنمدحهم دابا، الأخلاق ديال المسلمين راها أعلى، ولكن ديال المسلمين ماشي ديال هاد المسلمين ديال دابا، من ما تزيد تسمع الهضرة الخايبة والزبل وعالوح لا احترام لا آداب. لا، هادو راه تتلقى جيش عرمرم ديال الكر وما تتسمعش الهضرة ديالهم. لو جيد هو الوحيد اللي تيهضر، هما كلشي ضارب الطم وتيتصنت ليه. حنا لا، حنا تتلقى الفوضى العارمة وتتلقى الصداع. وراه مازال غادي نديكم معايا في الفيديو الثالث ان شاء الله تعالى الكومبينغ، المخيم اللي جلسنا فيه في ورزازات، لقينا واحد الرقم خيالي ديال لي كومبينغ كار ديال لي كارافان. مع فات المغرب بشويه ما بقيناش سمعنا، ولينا تنقولوا واش هادو يكمماتو، ما كايناش ريحه كاع شي صداع ولا شي. تصوروكم كانوا هادو ديالنا حنا، شي جايب الطعريجه، شي جايب الصداع، شي جايب وتهضر معايا يقول لك راه جينا باش ندي فولاو. اي دي فولاو، ولكن في حدود، بادب، بعط الله ما تدير، باش انت الا ما صدعتي الناس ما ترتاح. اذا نرجعوا لهذا الموضوع ديالنا ديال القصر ايت بن حدو، اللي هو عباره عن تجمعات او تجمع ديال البنايات التقليديه، شيدت من الطين ومحاطه بواحد السور دفاعي كبير مقوى بالابراج. هذه الابراج الدور ديالها بطبيعه الحال دفاعي، ويتميز بالبساطه والمتانه. وهذا القصر هذا تيتميز بواحد الهندسه متميزه، وهو نموذج السكن التقليدي في الجنوب المغربي باكمله. بطبيعه الحال قصر ايت بن حدو تيندرج ضمن القائمه ديال مواقع التراث العالمي لليونيسكو. تقريبا تم التصنيف ديالو في 1987 تراث عالمي من طرف اليونيسكو. ويرجع هذا التصنيف لكون قصر ايت بن حدو نموذج اصيل للعماره المحليه بمناطق الجنوب الشرقي، كما انه شاهد حي على الحياه الاجتماعيه والخصوصيات الثقافيه للساكنه. هذا التخطيط العمراني بطبيعه الحال تيتميز باستجابته للظروف البيئيه والاجتماعيه للمنطقه، حيث ياخذ بعين الاعتبار ثلاثه ديال الحوايج اساسيه: توبوغرافيا، ومنحنى او منحى الاتجاه، حركه الشمس والريح، والحياه الاجتماعيه بطبيعه الحال. هذا القصر يوجد على هضبه كما غادي تشوفوا، لان بلي غنطلعوا لفوق غادي يولي بالي كل شيء، غيولي بالي من التحت هو على هضبه. في اعلى نقطه منها، من هذه الهضبه غادي نوصلوا لفوق، غادي نلقاو ما يسمى باكادير او ايغودار. الامازيغيه تتعني مخازن جماعيه تتميز بها القرى ديال المناطق ديال سوس والاطلس الصغير كذلك في جنوب المغرب. وكل قريه تيكون فيها واحد الايغودار ديالها، يستافدوا منه جميع السكان، تيخزنوا فيه الحبوب والحوايج الغاليين، وهذا تيديروا ما يسمى بتويزة، تيديروا النوبة على هذاك المخزن، حفظا لما يوجد فيه من ممتلكات. وبطبيعة الحال تحيط بها المساحات الزراعية من كل حدب وصوب، وتتميز هذه المنطقة خاصة بأشجار اللوز كثيرة جدا، وكذلك عندهم الارتيزانة الصناعة التقليدية كما تشوفوا. هذا الشيء عزيز بزاف على البر، البر كما تعرفوا ما تيتاواوش، جاي يدي فولا باش ماخذ الحاجة عنده الرباح في سوفونير، هذا يستافدوا منهم بزاف. لا هاد المواطنين البساط هادو اللي تشوفوا تيرسموا لوحات، ولا ارتيزانا بحال هكايا، هاد السجاد ولا الفرش ولا الالبسه كذلك، هذا شال، هذا جلابه، هذه فوقيه، ما الى ذلك. يستافدوا معاهم كذلك موالين الوطيلات، موالين المخيمات، الستاسيونات تاع ليسانس، موالين الريستو، ريستورات، بزاف ديال الناس المغاربه تيستافدوا معاهم بطبيعه الحال. وتتوزع المباني كذلك على شكل شرفات، وترتبط فيما بينها بواحد الطرقات ملتويه، هانتوما شفتوني جاي معايا دابا، طرقات ملتويه على شكل منحدرات او ادراج، تمشي بطبيعه الحال مع توبوغرافيا. كذلك يمكن من هذا الموقع توفير عده مزايا. هذا هو المنظر اللي قلت لكم اللي تم تصوير الجلادياتور فيه. باقي غادي نجي معكم واحد العدد كبير ديال الافلام اللي تم التمثيل ديالها في هذه البلاصه هذه. اذا قلت لكم مجموعه من المزايا في هذه المسائل. اولا الحمايه
خاصة هذاك أكادير اللي كاين الفوق اللي هو المخزن الجماعي، الإضاءة والتهوية بطبيعة الحال الطبيعية لجميع المباني. هذا اللي تتشوفوا لها هذا الوليد هو اللي يتسمى الضب، يتسمى الضب. كاين بكثرة شادينهم الوليدات هنا، اللي بغى يتصور ولا اللي بغى يشري من عندهم، ولا خديتي وتصورتي تدور معاه، هذا هو اللي يتسمى الضب اللي ذكر في الحديث ديال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دابا غادي نرجع معاكم ان شاء الله تعالى في الحلقة القادمة باش نكمل معاكم هاد المزايا ديال هاد الطريقة باش مبنيين هاد الشرفات وهاد البنايات في هاد القصر هذا. غنخليكم مع هاد المناظر الجميلة جدا صراحة، النظرة المباشرة تختلف كثيرا عن النظرة المصورة. المنظر جميل جدا رائع، رقم خيالي من السياح يستمتعون غاية الاستمتاع بهذه المناظر، وما كاينش شي حاجة اللي هي غالية ولا شي حاجة اللي تتسمى صعيبة ولا سميتو، كل شيء زين على ما يرام ولله الحمد والشكر. اللي جاتو فرصة ما يضيعهاش، هذاك اللي كاين الفوق واللي فوق سميتو أكادير. إذا مزيدا من الشروحات ومزيدا من التوضيحات في الحلقة القادمة بحول الله وقدرته. أرجو من الله عز وجل أن ينال الفيديو إعجابكم، لا تنسونا من تعليق محفز واشتراك وجيم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.